شبشب دي عم يقول لي انه شو عم تكير ما ما تخبري حدا لانه بس بيناتنا بيناتنا يعني ما تخبري حدا. مكفيين معكم عالم الصباح، رح نروح هيك جوله سريعه مع شيف شادي وبنرجع لكم. شو قال؟ بيقولوا الارمن، قال بيقولوا الارمن وبيقولوا انه هن السجق وهن المقانق وكذا. فانا بدعي كل الارمن الموجودين عندنا بلبنان وبرج حمود وبعنجر كلهم سوا يتفضلوا يشوفوا هالسجقات الحلوين. بس ما تزعلوا عم نمزح. اوكي، لكن رح حكينا عن السجق، عملنا هالسجقات. بكره كمان انا رح اكد لكم رح اعمل وصفه كمان باللحمه السجق اللي كمان حضرناها اليوم ورح احضرها كمان هلا. بس هلا عم حاول هيك اعمل سندويش صغيره من السجقات الحلوين مع البيض، وراح اضيف لهم كم. طلعي الجمال يا رولا، طلعي الجمال. وبذكر الجميع انه على الساعة 12 وكمان و24 مين معنا يا رولا؟ معنا شيف بالماليزيا من اهم شيفية. شو اسمه الشيف اللي معنا يا رولا؟ يان فان جن. مين بيكون يا رولا؟ بيكون هو سفير الاكل من أكثر الشيفية المشهورين بالعالم. هو السفير الأكل الماليزي بالعالم، رح يكون معنا على الساعة 12:25. فينا كمان نجوجل اسمه ونشوفه ونتعرف عليه أكثر. هو الشيف وان رولا. شكرا. رح اقرا شوي من الكومنتس. عنا مرموره بتقول حلو كثير انه الواحد يحفظ السر، وانا الحمد لله بحفظ السر. اسامه بيقول انك تسلم سر لحدا شيء حلو كثير والاحلى انك ما تبوح فيه. عبير بتقول اكيد بحفظ وبتمنى انه سري ينحفظ ويتعاملوا الناس بانه اللي ما اتمناه على نفسي ما بتمنيه على غيري. بس ما بتقول انا بحفظ السر بس الناس ما بتحفظ سري. وفاطمه بتقول اكيد، وبالنهايه بقول لسابرين بتقول اكيد على لو على رقبتي، لذلك انا ملجا لكثير بصراحه لانه كثير انا كتومه. شكرا لكم. رح ارجع كفي اكيد من الكومنتس تبعوا لكم. اما هلا مين معنا؟ صارت حاضره هي والبلانتيت كيندا بارض ورد، والبلانتيتا مهضومين اليوم اسمهم كالاتيا وانتونيو. بونجور. بونجور، كيفك اليوم؟ بلش بقول السر اللي حكيناه قبل شوي. لا ما حكينا شيء، ما قلنا شيء ابدا، بيناتنا الحديث. اكيد بيناتنا. بس مو ما يسمع الشيف. كل حال نحن في عندنا اثنين بلانت موجودين معنا وكثير حلوين، كل واحدة احلى من الثانية. شو بدنا نخبر عنه؟ اليوم رح نحكي عن مثل ما قلتي كالاتيا وانتوريوم، اثنين من النباتات يلي هن نباتات داخلية بامتياز. وقت نقول داخلية ما يخطر على بالنا انه يلي بيعدوا بالفي وبيضلهم دايما بالعتم، لا، نباتات داخلية يعني هن النباتات يلي بحبوا الضوء بس مش ضروري انه توصلن اشعة الشمس المباشرة. وعادة هالنباتات بتكون نباتات استوائية الاصل. واليوم النوعين يلي رح نحكي عنهم هن من الانواع يلي ما عندها الجزء الاساسي، يعني هي حلوة بالاوراق تبعولها او حتى بالازهار. هلا بنحكي عن كل وحدة لحالها بس ما في جزء اساسي، كل الاوراق بتطلع من الكعب من التراب مباشرة لحتى تعطيني الوان حلوة كتير. الكالاتيا بنسميها كمان البلانت بون او نبتة الطاووس لانه عندها الالوان كتير هيك حلوة ومتداخلة ببعضها. وفي عندها عدة انواع منها، شايفين ورقتها عديدة اللي هي قدامنا على الارض، وعندها الالوان الاخضر الفاتح والغامق وقفى الورقة يلي لونه على بوردو شوي. هون عم نشوف الانتوريوم يلي مش من كتير زمان هالانواع. كل حال الاثنين صاروا يعتمدوا بلبنان كنباتات داخلية، مش من كتير زمان، يعني عم بقول تقريبا من شي 20 سنة بركي مش أكثر من هيك. بس لأقول إنه بيتغير شو هن الأنواع يلي ممكن إنه نجيبها حسب قديش بتصير سهولة إنتاجها بالمشاتل برا وأسعارها كمان. وبين وقته تاني دايما المشاتل عندها هم إنه تعرف الناس على أنواع جديدة من النباتات، لأنه بالآخر بتحبي دائما انك تشوفي شيء جديد. وجوا بقلب البيوت او بقلب الاماكن المغلقه انواع النباتات اكيد محصوره اقل بكثير من الانواع اللي ممكن انك تلاقيها برا بالجنينه. بس دائما بتقدري انك تعملي
ميكس او مزيج من النباتات يلي هو حلو، يلي دائما جوا بقول لازم يكون كثير مرتب وكثير متنسقين على ادق التفاصيل، لانه قد ما كان الداخل واسع وبتقدري انه عينك ترتاح وتشوفي لبعيد بضل انه التفاصيل بتبين اكثر من لما تكوني بالطبيعه وبتقبلي بالطبيعه الاخطاء او الاوراق اللي شوي ميبسه، لانه بتلاقيها طبيعيه نكون هيك، بينما بالداخل لا، بدك انه كل شيء يكون بيرفكت. مشان هيك اختيار الانتوريوم او الكالاتيا بيقع بهيدا المجال، لانه عندك بلانت عم تقدم لك شيء جديد، يعني كان الانتوريوم يلي بزهرتها زهرتها كثير حلوه وكثير فريده، يعني نبته لحالها عندها هالشكل من الازهار، والكالاتيا يلي بالوانها كثير ملونه كمان تعطيك شكل كثير حلو. هون عم نشوفها كمان بوراقها يلي بيجوا على لون مثل ما قلت بوردو كريمي واخضر غامق، والانواع بتقدر تكون رفيعه ورقه رفيعه او ورقه عريضه. انا اعطيتك شيفره رولا لحتى هيك شوي تساعديني نشوف شو ممكن انه الانتوري يكون بحاجه لها. شمس في هيك شكل مثل شمس. اوكي شمس شمس مغيمه، بس شمس مغيمه ايه، لا في عليها غيوم يعني ايه؟ مش حراره كثير عاليه، ايه وسط. اوكي صح. اوكي في عنا كمان ماي. اوكي قد ايه؟ ها قد ايه؟ تقريبا الربع. ايه يعني مش كتير، مش كتير. ايه انجا بتحتاج ماي. اوكي في عنا صحن مع شوكة وسكينة وتشيز، مفروض يكون بدها غذاء. لا أكيد. شو محطوط عليهم للشوكة والسكينة والصحن؟ اكس. ايه شو يعني؟ يعني ما بدها طعميها شيء. لا مش هي. مش هي. اوكي لا ما باكلها انا. ايه مظبوط. مش للاكل، انتبهوا مش للاكل، لانه دائما بحطوا على السائق على الساين على الورقه، على الورقه شو كل الاحتياجات يعني الاساسيه اللي بدها اياها النبته. ايام كثير بحطوا هالاشاره هيدي، بس اذا كنا بنقدر نفرجيها على الهواء معقول حدا يجي ياكلها يعني؟ منا للاكل لحتى ينتبهوا، خاصه اذا في باتس او حيوانات بالبيت، او اذا كان حتى في اطفال ممكن انه كثير يستحلوا ياخذوا. ايام كثير الاولاد ما بتعرفي شو عن جد شو بيفكروا، فينتبهوا كثير انه هي منا للاكل. فوق عم نشوف المرشه. اوكي في عنا هون كمان ربع ثاني وحده، ثاني وحده ميزان الحراره، ميزان الحراره يلي محطوط عليه بين 15 و25 درجه. هذا الحراره المثاليه يلي بتنمى فيها الانواع من النباتات. وبالنسبه للشمس يلي كمان عليها غيمه، لحتى نقول انه ما بدها شمس مباشره، بدها ضوء نهار بس يكون مفلتر برديه بتحل محل الغيمه يلي موجوده على الستيكر او الاتيكات يلي بتبقى موجوده على البلانت. فاذا لنقول انه اجمالا ان كان كالاتيا او الانتوريوم هن من النباتات يلي بيعيشوا كثير منيح جوا بدون ما نعرضهم للشمس المباشره. ننتبه كثير على الشمس يلي بتكون مركزه على الازاز اكثر شيء، لانه بيكون حرارتها ساعتها عاليه كثير. كميه المي اللي بتحتاجها هي كميه قليله، لانه نص او ربع المرشه هي يلي مليانه، بالتالي وقت ما نقول كميه قليله دائما خلينا نعرف انه لا، انا بفضل نسقي دائما بكميه كثير منيحه بس نبعد مواعيد الري عن بعضهم. يعني الانتوريوم بتحتاج مثلا لحتى بالصيفيه نسقيها مره واحده بالاسبوع بس سقيها كثير منيح. الكالاتيا ممكن تحتاج شوي اكثر، دائما الدليل هو انه ندس التراب بالنباتات الداخليه، بيسوى انه نخلي التراب ينشف اول 2 سنتيمتر. اذا كان بنحس انه من بعدها شوي رطب اوكي، معناتها لازم نسقي، لانه ما بدي انه كثير ينشفوا الشروش تبعولها. فاذا مره واحده بالاسبوع خلال فصل الصيف، واثنيناتهم بحبوا الرطوبه، مع فرق انه الكالاتيا ما فيني اجيب على اوراقها مي هالنبتة اللي شايفينها الملونة. فاللي فيني أعمله يعني بسقيها من تحت بس ما بقرب من فوق، بسقيها من تحت. وإذا فينا حط بكل بساطة كباية أو كاسة مي كتير صغيرة حدا، بس يصير في تبخر ساعتها بتاخد الرطوبة اللي هي بحاجة لها بالجو. بينما الأنتوريوم بلا، فيني أني رش وراق أو حتى فيني أني أمسحهم إذا كان عليهم غبرة كتير، لأنه وراق مالسة وبتعطي لمعية أحلى وقتها تكون نظيفة، وبذات الوقت بتكون عم تاخد الرطوبة يلي بدنا اياها. بس هي وجهه بيناسبهم طقس لبنان؟ بيناسبهم كثير منيح، لانه ما في عندنا حراره
كثير زايده عن اللزوم. اوكي نحن بالصيفيه شوب، بس عم نقول انه نباتات بتكون موجوده جوا بغرف مكيفه بيمشي حالهم، عشرت انه نبعدها عن المكيف يلي يعني وجهه الهواء يلي بتجي مباشره من المكيف، وساعتها بدنا ننتبه انه الرطوبه نزيدها لانه بغرف مكيفه بتكون اكيد. ثانك يو لك كندا، ميرسي على التبس اللي اعطيتينا اياهم لليوم. بتوقف عن فصل اعلاني ومن بعدها بنكون مع كارمن وزودياك.